تعال نروح لحاجة من الحاجات اللي تعجبني جدا والحاجات المبهرة جدا. بنوتة لطيفة صغنطوطة اسمها حبيبة. حبيبة عملت قلبان في العالم حقيقي يعني، وجذبت كل الأنظار. حبيبة قدمت عرض ساحر، لابسة فيه زي الملكات المصريات القديمات في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في فالينيسيا أسبانيا، على رأي إبراهيم مصر. ما تيجوا نشوف. وانا بتكلم فبيقولي حبيبه شابه، يا حبيبه تقريبا قد بنتي يعني، ده بجد مش هزار. طب خلوني اخد معانا على التليفون حبيبه مرزوق اللاعبه الاولمبيه في الجمباز الايقاعي. اهلا 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 يا حبيبه. اهلا بحضرتك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو، ميرسي على المقدمه الحلوه دي. لا ده احنا اللي شكرا على التفكير الذكي والعرض المبهر، واللي زي ما انا كنت بقول ويمكن كل الناس كتبت يعني مش بس في مصر، في كل حته، على العرض اللي انت قدمتيه. فاولا شكرا ليك يعني، رفعتي راسنا وفرحتينا ودي حاجه مهمه بجد، ده شرف ليا والله بجد. ربنا يخليكي ودايما ترفعي راسنا. حبيبه احكي لي الحدوته من بدايتها، اختيار الزي اللي انت قمتي فيه بالعرض، اختيار الموسيقى، ردود الفعل بقى جوه وانت في اسبانيا. طيب انا هقول لحضرتك، هي بدات الاول ان هم بعتوا لنا انفيتيشن من اداره بطوله العالم، يعني ان هم مختارين الاولى من كل قاره ان هي تقدم شو من يعبر عن الكالتشر البلد بتاعتها. وانا الحمد لله كنت مرتبه الاولى على افريقيا، فاختاروني ان انا اعمل الشو ده. انا كنت مشاركه في افتتاح طريق الكباش السنه اللي فاتت، فكان عندي افكار كتير قوي للكاريوجرافي عامه بتاع الاقصر ده واللبس وكل حاجه. انا قعدت فتره طويله قوي في الاقصر، فاول ما قولي كده دي اول حاجه في دماغي. بس فبدات بقى ان انا احاول اصمم لبس يعني بيعبر عن الكالتشر المصريه، في نفس الوقت يبقى سهل ان انا العب بيه. وديزاينر ولاء ماهر ساعدتني ان انا اعمل ده، والموسيقى برضو كانت بتاع افتتاح طريق الكباش. هي كانت موسيقى طويلة قوي، أنا قعدت أسمعها يعني كانت تقريبا نص ساعة، أخدت منها حتت معينة وقدرت إن أنا أخد منها دقيقة ونص تعبر عن الشو اللي أنا عايزة أعمله يعني. بس شيء رائع جدا جدا جدا، برافو برافو. قولي لي بقى ردود الأفعال جوه القاعة، ردود الأفعال حواليكي في أسبانيا وأنت هناك كانت عاملة إزاي؟ حقيقي كانت مبهرة جدا يعني، أنا كنت متفاجئة الصراحة، بالذات اول لما الموسيقى قلبت لحته الاقصر بلدنا. هو اصلا ما حدش قوي بره مصر يعرف اغنيه الاقصر بلدنا، لكن هي اول لما اشتغلت حسيت ان كله بدا يعني يشجع معايا ويتحرك معايا، فدي كانت حاجه انكرجنج قوي في نص الارض يعني، ان انا كمان اقدم بطريقه احلى كمان. ده مما لا شك فيه حبيبة، يعني اللي انت عملتيه ده اكتر من رائع، لانه على ما يبدو انه كمان مسألة انه احنا بنصدر الثقافة بتاعتنا وتاريخنا وحضارتنا جوه الرياضة وجوه الفنون، سواء اذا كانت في شكل الموسيقى او في شكل الزي وما الى ذلك، ده يعني شيء اكتر من رائع. فبرافو عليكي، ذكاء الاختيار، وعلشان كده بقول لك احنا فخورين بيكي جدا. طب انت طبعا عارفة ان انت اصبحتي نجمة نجوم السوشيال ميديا. والله دي مفاجأة بالنسبة لي، انا مش عارفة ايه اللي حصل. مش عارفة ايه اللي جرى، الفيديو انتشر انتشار مذهل في كل حتة، مش بس في مصر، ده في الدنيا الناس كلها بتتكلم عليكي وبتتداول الفيديو يعني. يعني حقيقي دي حاجة بجد، ده شرف ليا وحاجة تبسطني جدا ان قدرت اوصل ده، يعني اوصل الكالتشر بتاعت مصر بطريقة مختلفة في رياضة محدش كمان يعرفها قوي، فده يساعد كمان الناس ان هي تعرف الرياضة اكتر.
برافو حقيقي، فحقيقي يعني I'm very thankful لكل اللي بيحصل ده. برافو، ربنا يوفقك ودايما من أحسن لأحسن طول الوقت، وتفضلي دايما عالمية زي ما بيتقال. شكرا جدا ليك يا حبيبة. شكرا حبيبة مرزوق، اللاعبة الأولمبية في الجمباز الإيقاعي، صاحبة هذا الفيديو الشهير، شيء رائع جدا.